بشعار أطلقه شاب إعلامي من أبناء أحد عمال المصافي، بدأت حملة إعلامية نوهت إلى التدهور الاقتصادي الذي تلخصه الشعلة المنطفئة منذ عام لأكبر مصفات في البلد وأقدم مصفات في الوطن العربي. العمل الكبير الذي نقوم فيه في الوقت الحالي، الهدف منه في الأخير هو إعادة تشغيل المصفى في الوقت القريب العاجل بإذن الله تعالى. الآن أنتم تشاهدون أنه محطة الكهرباء التي أمامكم يتم فيها تنفيذ مشروع استراتيجي هام، وهو إعادة تأهيل المحطة بشكل كامل. تاريخ إنشائها القديم الذي يعود إلى عام 1952 أحد أهم أسباب توقف عمل المصفاة، إذ أهملت الصيانة الدورية بسبب الحرب وتداعياتها، إلى أن توقف عمل المحطة التوليدية، ما أدى إلى الشلل التام لتجمع صناعي نفطي يحتضن 4000 عامل، ولهذه المنشأة القدرة على رفض ميزانية البلد بمليارات الدولارات. الشغل هذا يعتبر أمل عمال شركة مصافي عدن وأبناء البريقة وأبناء اليمن بشكل عام. هذا يعتبر منزل الثاني لنا وأكثر من منزل ثاني، يعني نعيش فيه أكثر من نجلس في البيوت مع أهلنا. هذا مرفقنا وهذا اللي يأكل نحن منه العيش، ولا بد أن نحافظ عليه. ومن عتمة الأحوال الاقتصادية الراكدة في العاصمة المؤقتة تشرق البشارات السارة، إذ وقعت الحكومة وإدارة المصافي أخيرا مع شركة صينية لإنشاء محطة توليدية في إطار مشروع صيانة يهدف إلى بدء تكرير النفط في سبتمبر القادم. احنا إن شاء الله من في خلال الشهرين أو 3 أشهر القادمة سوف نورد أول شحنة نفط خام إلى مصافي عدن بهدف التكرير وتوفير المشتقات المحلية للسوق المحلية، وإن شاء الله الأمور بتعود كما كانت في السابق وأفضل تدريجيا. الحمد لله بدأنا في عدد الإنتاج من أحد القطاعات في شبوة، وإن شاء الله خلال الشهر القادم سنبدأ من بقية القطاعات وقطاع مارب، ونصدر عبر ميناء الرضوم إلى مصافي عدن. العمال هنا يبدون حماسة كبيرة توضح علاقتهم المتينة بالمصفاة، ويقطعون بمعية الخبرات الصينية أشواطا متسارعة تحت درجة حرارة عالية. غادر العمال في استراحة الظهيرة ثم سيعودون إلى عملهم الدؤوب، فأمامهم خلال 4 أشهر الكثير من الأعمال لإعادة تشغيل أهم منشأة صناعية في البلد. فيما تظل المخاوف من تدخلات الأطراف المتهمة دوما بتعطيل أهم المؤسسات الاقتصادية والإيرادية في البلد وفي العاصمة المؤقتة على وجه الخصوص. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.